مرحبا، كيفكم؟ رح احكي لكم اليوم عن تجربتي باستلام جواز السفر. اول شيء الحمد لله دائما وابدا، وان شاء الله تكونوا كلكم بخير. هلا انا موعدي كان ب 12:10 الساعه 3:30، انا التزمت باليوم ما التزمت بالساعه، بس حتى لو اوقات نحن اضطرينا او صار معنا شيء وما رحنا بنفس اليوم مو مشكله. هلا رحت انا على الساعه 12 تقريبا، اخذت وقفت على الشباك، كانت الهجره فاضيه كتير يعني، وما تعذبت ابدا الحمد لله. اخذت ورقه الاستماره، اخذ مني صورتين شخصيات وصوره الهويه وعطاني الورقه. فتت على اول طابق، اعطيته الاستماره، بصمت الكترونيا وبصمت البصمه بالحبر، وبعدين قال لي خدي الورقه لعند العميد. وبس هيك اخذت الورقه وطلعت على سلمتها العميد ورجعت. لاحظت لقيت في ناس لهلا ما عارفانة شو تعمل او كيف جواز السفر بدها تطلعوا، لانه هن كانوا ما عندهم فيسبوك او ما دريوا بهذا الشيء الجديد. فاي حدا بيسالكم يا ريت تساعدوا، والله بيسر لكم اموركم بحسنة الناس. تمام، وهيك كان الوضع. لما رحت على الهجرة بكل سهولة خلصت كل ورائي. هلا انا ما كنت حابة انتظر ساعتين لاستلم جواز السفر، فرجعت على البيت، كان عندي شغل ورحت عليه. فبعتوا لي رسالة انه معاملتك جاهزة للتسليم، يرجى مراجعة الهجرة. ايه بس انا ما رحت كمان لما بعتوا لي رسالة، واجلت الروحة لليوم الثاني. اليوم الثاني رحت فورا على الشباك، اعطيت اسمي للموظف وقال لي توجهي على، طلع لي جواز السفر تبعي وقال لي توجهي على الشباك الثاني. بصمت واستلمت جواز السفر تبعي. هلا هون في ملاحظة للي بدهم يستلموا جواز السفر تبعهم بنفس اليوم، انه مثلا هن نعبوا الاستمارات وكل شيء وقالوا انه ننتظروا ساعتين وقعدوا على الكراسي. تمام، فبيكون في زحمه على شباك معين انه عم يسالوا يلا امتى دوري ورح يوصل ولا لا، فما في داعي انه خلص خليكم عم تنتظروا. اللي على الشباك بينادي الاسم بتتفضلوا بتروحوا بتاخذوا جواز سفر، فمشان ما تضلوا تتعبوا قلبكم انه امتى وكذا، او انتظروا الرساله توصلكم على الجوال. تمام، وفورا بتقدروا تستلموا، وان شاء الله يا رب الله بيسر لكم اموركم. وهيك هلا انا استلمت جواز السفر تبعي ورح سافر ان شاء الله ان شاء الله. فلا تنسوا تساعدوا اي حدا بيطلب منكم المساعده، ولا تنسوا تدعوا لي دعوه من قلبكم، لانه انا كتير كتير بحاجه انه تدعوا لي.